أن شأن المؤمن الاستفادة من الفراغ في طاعة الله فليس عند المؤمن وقت ضائع بل هو مشغول بما يصلح دنياه وما ينفع جسده وأكرم من ذلك مشغول بما يعمر به آخرته وإذا وجد وقتا زائدا فإنه يغتنمه في التقرب إلى الله وسؤال الله فيا أيها المؤمن كيف تقول عندي وقت فراغ أشعر فيه بالملل سبحان الله عندك القرآن اقرأ كلام ربك عندك ذكر الله اذكر ربك عندك السعي في مصالح المسلمين وما يسمونه اليوم بالعمل التطوعي. العمل التطوعي الذي يعرفه الناس اليوم جاء به الاسلام. السعي في مصالح المسلمين وفي نفع المسلمين من اعظم القربات ومن اعظم ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، واليوم قد تسعى في نفع المسلمين وانت في بيتك تاتي لمحاضره لعالم او درس لشيخ وتقطع مقاطع يسيره فيها عبر وفيها فوائد وان جالس في البيت ثم تنشر هذا وتطلقه وتبثه بين الناس الله اكبر كم في هذا من نفع بل هذا اعظم النفع وكم يحصل للناس من خير يا اخوه لا تحقرن من هذا المعروف شيئا والله يا اخوه ان اناسا قد رجعوا من الضلاله الكبرى الى الاسلام والهدى والاستقامه بمقطع يسير والله لو حدثتكم بما يحدثني به الناس مما حصل لهم من اثر بسبب مقاطع يسيره لتعجبتم من ذلك عجبا شديدا عندك وقت اشتغل في مثل هذا احرص على نفعي الناس ولذلك يا اخوه الفراغ بالنسبه لغير المؤمنين ملل وبالنسبه للصالحين عمل نعمه الفراغ نعمه مغبون فيها كثير من الناس لكن المؤمن يجعلها نعمه ويغتنمها